وقع اليوم الظهير الأيسر لفريق شبيبة الثورة إبراهيم بكيكشي في صفوف وفاق سطيف بموجب عقد يمتد لسنتين. وقدمت إدارة الوفاق لاعبها الجديد لوسائل الإعلام يكون بذلك سادس لاعب تستقدمه الإدارة بعد كل من سويبعة تبيخ ذيرية دباري وشريف توري. مكالمة هاتفية مسجلة حول الميركاتو مع المناجير. تقريبا كل النوادي ما عدا نادي فاراب يعني الاستثناء، يعني كامل يجيبوا لاعبين، كامل يحتاجوا الاستثناء، ما فيه استقرار. احنا المهم فيه في بدايه الميركاتو كان فيه ركود، لكن لاحظنا يعني في الاونه الاخيره انه كل النوادي تنتدب من اجل الانتداب، يعني ما عدا ناديين او ثلاثه يعني انتدبوا يعني لاعبين في يعني كان عندهم يعني مناصب يحتاجوها في مراكز معينه. احنا المهم الشيء الوحيد يبقى يميز البطوله الجزائريه وعدم استقرار الطاقم الفني او حتى يعني من جانب.